السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هالنهار ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع ديال هل يمكن الاستغناء على السكاليم او علف الارانب. يعني هذا الموضوع جاني بزاف لي كومونتير، يعني واش ممكن اننا نستغنوا على السكاليم. خصنا نعرفوا بعدا اولا شنو هو السكاليم. السكاليم هو العلف ديال الارانب، كيكون خاص بالارانب، يعني كتكون خنشة مكتوبة فيها باللي هذا علف ديال الارانب، ماشي ديال الدجاج، ماشي ديال يعني ماشي ديال الدواجن، ماشي ديال الماشية، يعني واش ديال الحوالة ولا ديال البقر، لا كيكون خاص بالارانب. واش ممكن اننا نستغناو على السكاليم؟ خصنا نعرفوا اولا المكونات ديال السكاليم شنو هي. السكاليم راه هو علف ك يعني ما يمكنش غادي يكونوا الشركات كيديروا شي مواد اللي ما عرفش منين جايبينها. المكونات ديالو هي عباره عن حبوب، وهي عباره عن كاع الاشياء اللي كتعطيوهم كلهم جمعوهم في يعني في مكون واحد، بالاضافه الى واحد العنصر، واحد العنصر اللي هو مهم بزاف، وهو الحوايج يعني معادن ديال الخصوبه اللي تكلمت عليه، هو ثنائي فوسفات الصوديوم وثنائي فوسفات الكالسيوم. هاد المكونات كتزيد في الخصوبه، يعني ما يمكنش اننا نبقاو نعطيو الارانب واحد غير الحبوب، يعني منين نقلبوا يعني الانثى واش راها باغيه تلقح كنلقاوها ما باغاش تلقح. بالنسبه للناس اللي كيعطيو السكاليم كيلقاو ما كاينش عندهم مشكل في التلقيح، يعني كيمشيو يلقحوا عادي، يعني حتى الذكر كيكون ديما سخون. واخا واش ممكن اننا يعني شحال من واحد غادي يعني بذكاء فكره ذكيه ممكن اننا نستغنيو على السكاليم، ولكن في واحد الحاله. شنو هي هذه الحاله؟ وهو التسمين. ممكن اننا نعطيو الحبوب مثل الذره، الشعير، يعني قشور ديال الفول، اي حاجه هي عباره عن حبوب ممكن نعطيوها الارانب. لكن النقطة المهمة وهي أننا نعطيوها التسمين، يعني الناس اللي باغيين غير يسمنوا ممكن أننا نعطيهم هاد الأشياء. أما بالنسبة للخصوبة ضروري يكون السكاليم. هذا هو الفرق ما بين يعني واش ممكن أننا نستغناو على السكاليم. السكاليم ما كنستغناوش عليه، وفي نفس الوقت خاصنا منين نكونوا كنعطيو السكاليم، يعني ماشي نكونوا كنعطيو للصغار ديالنا، يعني الناس اللي باغيين يديروا الحبوب غير التسمين، نقولوا من الصغر اننا نشدوهم ونبقاو نعطيهم غير الحبوب، واحد النهار نعطيهم السكاليم، او العكس نبقاو نعطيهم السكاليم نقطعوا عليهم ونعطيهم الحبوب. هاد الفكره هذه خاطئه. انا ديما كنهضر على التعويد، التعويد ديال الارانب على شي حاجه. مثلا عندك مجموعه كهذه مثلا الصغار راهم تمايا التسمين، هذوك دايرهم من التسمين، ممكن انني نبقى نعودهم منذ الصغر انني ما نعطيهم السكاليم. السكاليم نخليه مثلا الامهات، مثلا امهات كهذه ها هي امهات، انتم كما كتشوفوا معايا هادو راهم امهات، هاي كاين امهات اخرين راهم لهي عاد كيكبروا شي شويه. مهم هاد الامهات سمو كيفاش نتعاملوا معاهم، لان احنا خاصنا السكاليم، يعني خاصنا الاشياء ديال الخصوبه. شوفوا هذا راه كياكل الخشب، هانتم هانتم نحيدوا عليه باش ما يزيدش ياكل الخشبه. اذا كما قلت لكم السكاليم خاص التعويد منذ الصغر، ما يمكنش اننا الصغار ديالنا نعطيهم السكاليم واحد النهار نقطعوا عليهم ونعطيهم الحبوب او العكس. بالنسبه للسكاليم ممكن اننا نعطيوه الحوايج اللي حنا باغيين. حنا باغيين الخصوبه نخليه يعني الامهات، نخليه للذكور، نخليه اللي يعني يلاه شي ارنب بالغ وبغينا نلقحوا شي انثى باغيين نلقحوها او ذكر باغيين نخليوه عندنا، هذاك نعطيوه السكاليم. اما بالنسبه باش نقتصدوا شي شويه ممكن اننا نستعملوا اشياء اخرى من غير السكاليم، نخليوها يعني ما نعطيوش عفوا اشياء اخرى من غير
العلف ممكن أننا نعطيه الذرة أو الشعير، ولكن لمن لا تسمين. تسمين بالنسبة للذرة والشعير والفصة يابسة وقشور ديال الفول، أي حاجة اللي هي عبارة عن النخالة، كذلك النخالة، كاع هاد الحوايج هادو رخاصين، ماشي بحال السيكاليم. السيكاليم كيكونوا جامعين فيه كاع هاد المواد، ولكن كتكون غالية. الناس اللي كيشريو يعني ما كيشريوش بالجملة، كيشريو غير بالديتاي، كيطيح لهم غالي. كطيع مثلا 5 دراهم الكيلو بزاف، كيلو راه ما فيه والو، راه غادي يدير لكم غير واحد شوية. أما الناس اللي كيتعاملوا يعني بحرفنة، ممكن أنهم يطحنوا حتى الخبز جاف بهذه الطريقة. أنتم كما كتشوفوا، أنتم هذه ممكن أنكم تستغنوا على السيكاليم وتعطيوا التسمين الخبز جاف مقطع بهذه الطريقة. راني وريتكم فيديوهات سابقة كيفاش تقطعوا هذا الخبز هكا. إذا هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار. ممكن أننا نستغنوا على السيكاليم، ولكن بواحد الطريقة. أولا خص التعويد منذ الصغر، ما نبقاوش نعطيو السيكاليم ونقطعو عليهم ونعطيهم الحبوب. خاص نعطيو غير الأرانب ديال التسمين، يعني اللي غادي نسمنوهم باش يطيحوا علينا رخاص. ممكن أننا نستعملوا هذه الطريقة ديال الحبوب ولا الخبز الجاف مقطع بهذه الطريقة. ولكن بالنسبة للأمهات والذكور، يعني اللي حنايا كنستعملوا كنخدموا بهم، هذيك ممكن تعطيوهم السيكاليم، إما السيكاليم العادي ديال التسمين، إما ديال الحليب. وأنا كنفضل ديال الحليب، لأن حنايا باغيين منه السيكاليم أن الأمهات يكونوا مزيانين، يعني مزيان يكون ديال الحليب، يعني كاين سيكاليم خاص ديال الحليب. إذا الموضوع ديالنا هو ديال هاد النهار سهلة. كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم. بالنسبة للناس اللي مازال ما شاركوش معنا، شاركوا معنا، قناة جميلة غادية بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبة، وكن كنرحب باي تعليق، اي تساؤل ممكن انا كنجاوب على لي كومونتير يوميا. كنحيد من الوقت ديالي، ولكن كنعتبركم نتوما عائلتي. اللي بغى شي تفسير مرحبا به، تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم باش تدعمونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.